السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجعل لك أعمال صالحة بينك وبين الله سبحانه وتعالى ما يعرفها إلا الله، وهذه الأعمال تجد نفعها إن شاء الله يوم تحتاجها. كان في ثلاثة سد عليهم باب غار. في الحديث جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: أواهم المبيت إلى الغار، إلى غار، فباتوا فيه. وش اللي حصل؟ وجاءت صخرة كبيرة وسدت فم الغار. فقال واحد منهم: تعالوا ندعو الله سبحانه وتعالى بأعمال نرجو أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. معنى كلام. وفعلا بدأوا يدعون. الأول قال: يا ربي إنه كان لي أبوين، يعني أم وأب، لأن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبواه، يعني أمه وأبوه. كان لي أبوين، فجئت يوم من الأيام بالحليب فوقفت عند رأسيهما وقد نام، وأبنائي تحت قدمي يتضاغون جوعا، يعني يبكون من شدة الجوع. يقول: فما أردت أن أسقي أبنائي قبل أبوي، ولا أردت أن يعني نفسد عليهم نومهم، أو كما قال. يقول: فبقيت هكذا حتى استيقظ فسقيتهم. اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك لوجهك، اللهم فرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة، صخرة صخرة كلمات تحركها الله. فرفع الثاني يديه وقال: يا ربي إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها أشد ما يحب الرجل المرأة، فأتيتها في يوم من الأيام فسألتها نفسها فأبت. يقول: فاحتاجت وجاءت تسألني مال، فقلت: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. فمكنتني من نفسي، فلما جلست منها مقعد الرجل من زوجتي قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك فقمت وتركتها، اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت لوجهك فرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة. فقام الثالث ودعا وقال: اللهم إنه كان لي أجير، وقد أتيت لأعطيه أجرته فما وجدته، فبحثت عنه فلم أجده، فوضعته عندي وربيتها. يعني ويش ربيته؟ يعني بدأت أتاجر فيها ويعرف أن هذا المال مال فلان. وبدأ فجاء ليسألها، فقلت: انظر إلى هذا، هذه الغنم التي تملأ الوادي بين جبلين. قال: هذه لك، هذا مالك. فأعطيته إياه. اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك لوجهك، اللهم فرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة فخرج. هذه الأعمال الصالحة التي تنقذك. السؤال هنا: كم لك؟ هل عندك عمل صالح تعتقد أنك إذا وقعت في مازق أنك تدعو الله سبحانه وتعالى؟ هل تتذكر عمل صالح جعلت خاص وجه الله تدعو الله به؟ ولذلك إخواني، يحكي لي واحد منهم، يقول واحد أعرفه شخصيا، يقول لي: إخواني، مرة من المرات جئت أمام مركز تجاري كبير، وكان وقت الشتاء. يقول لي امرأة تبيع عند الباب والبرد يلفحها، يقول: أنا ما لي حاجة في الأغراض اللي معها أصلا، لكني شريت منها، وبدل ما أعطيها 10 ريال أعطيتها 50 ريال. يقول: فجاء يوم من الأيام فوقعت في مازق، مازق ما أعلم به إلا الله. فرفعت يدي وقلت: يا ربي تلك المرأة، اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك لوجهك فرج عني ما أنا. يقول: فجاء الفرج من الله جل جلاله تبارك الأسماء، وفرج الله عني ما أنا فيه بسبب ذاك الدعاء الذي دعوت. اللهم إنا نسألك أن تقينا اللهم قنا السيئات، وارزقنا أعمال صالحة نعملها خالص لوجهك الكريم، ونجد أثرها ونفعها في الدنيا والآخرة. سنكتب ما قدموا.